خليك لينا يا ربي ويطول عمرك الله يحفظك لينا وين جيك بوسكو كامل طبينا عاوتاني معاش بشحال صافي والله تدخل عتب الله كاينه 180 190 اكبر باقي من وحده شحال في يدي انا من وحده جوج بسم الله السلام عليكم لافامينا الزوينين لاباس عليكم كلشي بخير صحتكم لاباس اموركم امين الله يحفظكم الله يخليكم لينا كاملين كنشكركم بزاف على لي ميساج ديالكم على البارطاج ديالكم على الحب ديالكم لافامي الطاهرين كنحماق عليكم كاملين كيف كتشوفوا اليوم فيديو جديد ان شاء الله اللي صراحه كانت الفكره ديالي وقلتها لفائزه وقالت لي انا معاك في هذه الفكره واصلا قالت لي كتبغى ندير شي حاجه كيف كتشوفوا خويا بادر كان في دبي وبادر خويا لو 5 12 لانيفرسير ديالو انا لو 5 11 ولو 5 12 كيف كتشوفوا كان في دبي يعني ما احتفلنا له ما والو وجا هادشي مزروب على غفله هاد الويكاند قلت الفائزه نديرو غير جيست كاطو وهادي وهادي هو هاد الويكاند هو الوليدات ديالو في مراكش مشاو عند لافامي ديال ساره تحيه ليهم كاملين ودابا اغتنمت الفرصه قلت لي الو خويا بدر بغيت نرتاح بوحدي واحد الويكاند عافاك خلي لي السواد ديال الدار قال لي اوكي خويا جي موراهم عند عندي الخدمه خديت السواد دابا جيت انا ومون كوزان دابا كيصورني قلت نغتنموا الفرصه ونديروا شي سوربريز زوينه نديروا شي عشيوي عيطت على الوالده عيطت على ساره عيطت على اشرف عيطت على كل شيء قلت له يجيو اللي جا تبارك الله اللي ما جاش عنده الخدمه ديالو عنده الاشغال ديالو المهم انا عرضت عليهم قلت لهم اجيو اليوم نديروا هذه المفاجاه البسيطه لخويا بدر يفرح شويه ودابا خوتي كنتسنى السيد اللي غادي يجيب لي السلعه ان شاء الله باذن الله لي كوموندينها من عند فيغيفري خليكم معايا ليتس جو فامي كيف ما كتشوفوا داكشي اللي قلت لكم في المقدمه دابا ان شاء الله باذن الله توصلنا بفيغي بري يلاه جا دابا باذن الله وغادي تشوفوا داكشي السلعه اللي كوموندينا خليكم معايا ليتس جو اول حاجه فاش كتجي فيغي بري كتعطيك هاد الوريقات هادو باش كتشيكي السلعه ديالك كتشوف الحاجه اللي كاينه والحاجه اللي ما كايناش كل حاجه الكيلوات الثمن ديالها بلي بري اليوم صراحه ريزونابل اللي بغيت نقول لكم اخوتي هو انه ملي كتجيب لك السلعه وداكشي وكتشوفها بعينيك وتقدر تشيكيها عاد كتقدر انك تخلص بالتي بي او ولا تخلص ليسبيس ولا اللي عندك في ديك الوقت وبغيت واحد الحاجه اللي تزيد تشرح لكم اكثر على فيغي فري غادي نقدم لكم لالا هند لالا هند السلام عليكم ديجا C'est pas la première fois que tu commandes mais elle n'a pas là. C'est pas la première fois. C'est pour ça que j'ai insisté aujourd'hui avec Njin Hedar Mayakoum pour la livraison. Ou tu as pris un raïe qui est là, tu as dit comme qui veut dire, ou je suis bien là, ou je suis la qualité de là. ونتمنى نبقاو دائما عند حسن ظنكم ماشي غادي وواحد المعلومه اخرى زايده هو انه زدنا لو نيميرو دو واتساب على حسب لا ديرنيير فوا جاتني واحد ان كومونتير بانه راه كاين ناس اللي صعيب عليهم يدخلوا لابليكاسيون ناس دان سيغتان اج ناس يقدروا يدخلوا لابليكا يدخلوا يعيطوا لينا بالواتساب وعندنا حنا ايكيب ديغيغ اللي كتقيد لي كوموند ديالهم وكتصيفط لهم لي كوموند تاع ديورهم احسن حاجه هادي زدناها النهار اللي درتي لي لا غومارك على على لابليكاسيون انه كاين اللي صعيب عليه اسميتو دخلنا هاد المساله هادي باش نسهلوا على الناس وحتى الناس الجاليه راه يقدروا يكوموندوا علاش لا فوالا الناس حتى هما يقدروا يكوموندوا عندنا لوالديهم لمويماتهم لحبابهم يفرحوهم ومرحبا بالجميع حنا صراحه ونوفر على كل مون اي واحد كيكون ساكن في الجاليه كيبغي يتقدم للوالده ديالو داكشي ما عليه يدخل لهاد لابليكاسيون هي فيغي بري واطلع ويعزل داكشي اللي بغى
وكل ما يكون ما يدير الوالدين ديك الساعه غادي مع اكيد امو دعوات كامله بيان سور قاعد دعوات داكشي اللي خاصك و بوغ لو بايمون راه كيما قلتي كاين لا كارت بلو كاين ليسبيس كاع لي مود دو بايمون كنديروهم ما كاين حتى شي مشكل ولا ليفريزون كيما شفتو دون لي كاميون فريغوريفيك لا شين دو فرو اي لي ريسبكتي الدراري ديالنا راه تبارك الله تعاملوا ليكيب كلها غزاله مزيانه حنا ونا اون فامي وماشي خدامين غير من اليوم حنا كنعرفوا بعضياتنا من بكري الوغ كاين واحد لا كوهيرونس ما بين الدراري وما بين ليكيب اللي خدامه كامله في لا سوسيتي ديالنا لا ما شاء الله تبارك الله عليهم كيف كتشوفوا اخوتي المناسبه ديال خويا باضا اللي بغيت ندير له سوربريز في الدار عنده ما فكرتش انني نمشي نتقدا فكرت انني نبدا ندير بزاف ديال الحوايج شنو درت عيطت للداني فري تواصلت معاهم قلت لهم شنو خاصني وشنو خاصني في السلعه اللي خاصاني باش غتشوفوا كل شيء بعينيكم ساعة لقيت السلعه هي هذيك تبارك الله عليهم والليكيب عندهم ما شاء الله يعني الكلمه هي الكلمه وانت دوزتي لا كوموند البارح اش من الوقت صراحة الليل معطل وصلتني اليوم. وانت قلتي لي تليفريها لي؟ قلت لي مع العشرة ديال الصباح. وانت عيطتي لي اليوم؟ كنت صيفطتي الميساج؟ قلت لك حتى انا غنبعث لك شي الصراحة كان عندي اخوتي تورناج. حنا هنا لخدمة الكليان ديالنا. حنا نسعوا على راحته ونجيبوا ليه أحسن كاليتي ديال السلعة ديالو حتى لبا بدارو وفي أحسن الظروف وبأحسن طريقة. صراحة هادشي اللي كيجعلني أنني نبقى ديما نتعامل مع فيغيفري وكنتمنى أنكم تبقاو ديما هكا ان شاء الله نتمنى ان شاء الله ان شاء الله وتبارك الله بالوجود ديال الكليان بحالكم فيدال انا كاملين الناس اللي عندي كلهم غيبداو يكومونديو من فيريفري ان شاء الله صراحه لا كوموند كتوصلكم ضيا التعامل مزيان لا كاليتي اللي هي اهم حاجه كتكون زوينه زوينه بزاف دونك هادشي اللي كاين تبارك الله عليكم اللي خطاكم يلاه نمشيو نتشيكيو سلعتنا والله ما بقى شي حاجه ما عرفتش انا معاك انا غنمشي انا غنمشي نتشيكي سلعتي يا خوتي خليكم معاك انا هنا انا تهز لي جميله تعطيني طريقه ما تنساوش اخوتي ان ريم دابا تتبعها ديال لافون بيان سور دوبي دي زاني زين عليها كامله هي الزوج ديالها العائله ديالها بيان سور تبارك الله عليكم خليوني واخا كتبعنا خليوني نتشيكي سلعتي اخوتي لا تشيكي اخوتي حقك هذاك حقك ايوا لا فامي دابا جات الحاجه جميله صراحه مرحبا السلام عليكم زيتي يا لالا عرفتي ديك الحمد لله حيت فات الحال وقريب يجي بعضا حيت يوم الحد وغدا غدا وداك الشيء قلت لها دخل ديك عندي نيشا الكوزينه صافي والله يا وليدي الله خلينا نرتاح بعدا غير حتى نرتاح بلاتي الله يحفظك ويجزيك امين ما علينا فينا وشكون اللي باقي ما جاش؟ ها هي طالعه شكون؟ باباك بابا ساره جايه؟ لا باقي باقي غتجي هي وحمزه فائزه سكينه واشرف حمزه ما عرفتش واش غيجيو ولا قلتها لهم بعدا قلتها لاشرف المهم نتمناو على الله خليكم معنا على متى ترتاح الوالده وغادي تشوفوا تشيكي داكشي اللي جبنا واش من داكشي ولا ماشي هو هذاك خليكم معنا ايوا والله فامي كيف ما كتشوفوا جات الوالده دابا حيت قالت لي اللهم تجيب داكشي ناقص لا صوبت لك شي حاجه قلت لها واجي شوف السلعه اللي خديت لك من فيريفري واش هي هذيك ولا لا الخيزو ونشيكي وحيت الحاجه ملي كتكوموندي كتلقى هنا في الوريقات ديالك تبارك الله هذا الشيء ما فيه لا هادي ولا هادي مزال نشوف المسيله انا كنعرف البصله ولا مزيانه مزيانه ما كاينش تبارك الله الصلاه على النبي حتى هي غزاله شوف كي دايره تبارك الله هاي 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 هادي زوينه هادي بطاطا كلشي مزيان قريعه ويلي ويلي غزاله غزاله تبارك الله هذا المندلين المندلين بيو طبيعي هالخص هذا الشيفلور شيفلور هال قولي انت كامون لبزار هذه العطيريه العطيريه كلها من هذا الربيع هذا الربيع النعناع والنعناع وهذا قولي انت الخيار مزيان تبارك الله ومن بعد نتشيكيو هنايا دابا انا شنو بغيت ندير الكونسيبت هو انني قلت للوالده ما بغيناش داكشي اللي مولفين كنديرو في الدار الطياب العادي وكذا قلت لها بغينا شي حاجه اللي تكون فهمتي شي حاجه مودرن يعني نديرو شي حاجه مودرن في لاطابل كذا هادو بغيت ما كارتش هما تشرملهم تحطهم في الفران صح قلت لك غادي نفرقلهم ونخشيهم في الفران وندير لهم فوق من الخص فوق من الخص يتحطوا هادو فوق من الخص داكشي كيجيك يعني فهمتي اي واحد اي واحد بغى يكوموندي من عند فيغيفري والله ما غادي يندم لا والو كلشي والله داكشي عنده مغزال ولي بخي بحال بحال كتقداو ما كاين والو لي بخي ريزونابل وهادو شنو نديرو هما في هاد الحيمات شنو نطيبو هادو اللي بغيتي هادو يجيو معاهم تفايا يجيو معاهم تفايا اه هاتك تفايا ديري شي طنجيه
وطنجيه اللي بغيتي انايا. قلت لك شنو تفايه في لاباكم؟ تفايه ولا طنجيه؟ نديرو تفايه. نديرو تفايه. رحنا في فاصه نديرو تفايه. اه هي تفايه تجي مزيان. وهاد الحوته مولاتي الوالده شنو نديرو فيها؟ هادي غادي نديروها في واحد البيغكس ولا في قلب لاطا. اييه. ونشرملوها ونديرو غير لاصوص. لاصوص. والكريفيت. نديروه. اه. الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة ويحفظك. يلا خوتي خليكم معنا إن شاء الله. غادي نقاد نوع على ما تجي فائزة وداك الشيء ونقادو الصالون نفخو النفيخات وداك الشيء. داك الشيء على القادة قالت لكم باللي جا على غفلة قال لي أنا بغا نكونش هاد الويكاند جاتنا الفكرة يعني. مزيان. قبلوا علينا وكنتمناو بعضها توا يعجبو الحال. كنحماقو عليكم بزاف خليكم معنا. الله يحفظكم. إوا لافامي كيف ما كتشوفوا أنا كنحاول فائزة تعطلات عليا اليوم غنذبحها. هي اللي خاصها تجيب لنا الكاطو خاصها تجيب لنا ديك الأتاويش اللي غنذوق به هذا. جاتني فكرة هزيتها وهزيتهم أنت بحال هكا هنا باش زعما يكون زوين. ويلي ويلي الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة. الله الله أنا ما عندي ما يتسالك. الله يأمرك لك ذاك العام. الصحة والسلامة وليدي. الله يعطيك الصحة. ما علينا خوتي هنا كيف غادي نقادو الكاطو هنا غنشعلو الشميعات وغيطردو إن فوا يدخل. دابا الوعاء عيط عليا قلت له باطي خويا ما تجيش مع الشي. قلت له قال لي علاش؟ قلت له انا اللي مطيب لك الدار انا كتفضل طيبت واحد العشيه وعلى قد الحال نجمعوا عليها. قال لي والله خويا لا نيت فينا الجوع احنا جايين صافي. قلت له ما تاكل والو حيت كنعرفو ما كيصبرش على الماكله خاصو ياكل فاش يجي الجوع تياكل. قلت له ما تاكل حتى حاجه احنا انا مطيب لك العشاء. وهادي قال لي يلاه سير اخويا بقى كيضحك. قال لي مني؟ قلت له والله حتى انا مطيب العشاء. هو هادشي اللي كاين وخليكم معنا. كنتمنى التوفيق تكون زوينه خاص فائزه تجي باش تكمل معايا التعاوين. بارك الله عليكم. وهما طالعين. هيا طالعة أنيسة وعلى سلامتك. على سلامتك شنو تعطال؟ أو صحبتي شنو تعطال؟ عامرة لحد كل شيء. عطيت خير معي الفرق. قلت لهم غنشدهم بجوج غنشنق عليهم. عطيت عامرة ديال بصح. عطيت كنحاول نجي قبل ما نجي. كي جاكم الصالون قديت هاد العبادة حطيتها هنا علاش باش لا دخل يلقى البيفي. غادير البيفي هنا. نديرو البيفي هنا. أنا جبت داكشي ديال الفاخات. وسفيان دابا كيركب في البيزيتويو. صافي البيفي. البيفي ديال سكينه قادات احلى مريم في العالم. الله يسعدك والله يسهل عليك. هاد الانسانه انا عزيزه على قلبي قسما بالله الا عزيزه عليا مريم. الله يحفظها والله يخلي لها عائلتها والله يبعدها من اي شر لانه ديما معانا. وكتقول لي انا ما يمكنش تكون شي مناسبه عند عائله طاهر وما نكونش انا سميتي تماك. احلى مريم تبارك الله الديزاين. قالت لي هذا عزيزنا هذا خاصني ندير له شي حاجه خطيره. ولا من الديكور لا ال لل هادو الماغنوم داكشي ولي بوبكين داكشي خاطر. وهنا قدينا الطابل هنا كنحاول عاود طاحت هادي. الا قلت لكم 10 الخطرات سفيان كيركب هادي وكتحط على البابي بان. اي فوالا. المهم حنا في التجهيزات. ها هي ماما حتى هي مقاتله. عيطت لبابا دابا هي انا عندي الساعه نوصل للدار. قلت له شوف اخويا سيبي غير الفراغ غيتحرق ليا. قال لي واش انت اللي طيب؟ قلت له انا بوحدي قلت نطيب لكم العشاء. وهادي قال له عندي سيسبان شنو داير ليا. اقسم لكم يمينا بالله اخوتي لما فاصلوا حتى حاجه قسما بالله. ايوا يلا اخوتي خليكم معنا. شنو كدير هاد البنيته؟ ليليا ليليا وين هاد الزيونات كبروا ولا زوني؟ تعالى باي باي. هادي صاير اختي واش الهجر. نجي واحد واحد اخوتي. مرحبا بكم. كويت كويت على الزير على الزير على الزير. اهلا اهلا اهلا. ويتي ويتي السلام عليكم. زوين. علوم داكشي واعر.
انا مزيان مزيان زيوت. عرفتي شنو قلت للحمزه؟ قلت للحمزه يبقات له 20 دقيقه ويجي بابا. قال لي شنو قال لك؟ تفوز الكره وباش نوصل لوطوروت خاصني واحد 15 مينيت ولا 20 مينيت. ولكن صراحه الله يلطف بينا عرفتي معاش بشحال صافي والله تخلعت بالله. كاين 180 190 اكبر الله يا سكر كان شي زياده الخلعه ديك الله وما ديش لي بنتي بلي سمعنا عن الماضي. دابا هي اش كتقول؟ كتفكر دابا بشي بلاصه. دابا كتقول نقلب على شي حاجه. يلاه دابا بقى لنا غير بعض. بقى لنا سيدي باضي المفاجاه. و بابا بما طلع ان شاء الله. سي طاهي بما يجي حتى هو لانه مسكين بقى معنا هو اللي كيتقدا داكشي كيتقدا داكشي اللي ناقص الخبز والمناظر. قولي لي خطيكم وخليكم معنا في المفاجاه اللي غادي يجي باضي ان شاء الله. قريبا ان شاء الله نمشيو لواحد البلاصه غادي لواحد كي جاتكم الحسانه اخوتي باغوش. انا كتعجبني الحسانه بحالك ماما. كتجيك الحسانه ماما مسكينه هي واقفه معنا. تبارك الله عليكم هذه حسانه غزاله صافي الا غنبقى ندير الله يحفظكم خليكم معنا ليتس جو يلا. ايلا جا سيدا وحبت الله ما زين قويت الدوق ديال من الدوق من انا اللي اختاريت لهذاك الشيء. داكشي زوين تبارك الله. واعي والكرينات والصبيبطات الصبيبطات. شكون اللي شرا لك هذا الشيء؟ شكون؟ ماما وبابا. بابا 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 شرا الالاء. اوه زازا ماما درت لي نشوف الاوتفيت ديالكم. كلشي على الصنداله ديال الاء خداتها ليا خلاتني بالحق. قلت لكم صارك انا البيت عجبني تبارك الله. كلكم ما شاء الله. كلشي جديد عندنا. واش من مناسبه اخويا كاين شي عيد؟ لا صوفيا قال لنا جيو لي مسيو. الله يحملك الوالدين قلت لها وكتكبي بيا صايا اختي الله يحفظك ليا وين تجي. لا لا صراحه عيراتني قالت لي انا مرتك وسط الحسره وقال لي سفيان مشات تبهدين دخلي خلي شنو بغيتي. سير الله يحفظكم ديما بقى نقول لكم هكا بسم الله. ايوا دابا في هذه الشطره تلعب واحد طريح درامي على ما يجي بقى تريبه. يلا 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 ليتس جو ليتس جو عادل. يلا يلا حتى حاجه والله وتقيسوا شي حاجه. كيغسلوا مواعن مسكين. كيغسلوا مواعن تيغسلوا مواعن. يلا يلا حنا رابحين هما. يلا ليتس جو. كيف كتشوف اختي دابا شفناه كيستاسيوني هانتوما كنا مجموعين انا صايا سكينه بابا ماما حمزه وخاصناش نديرو الصوت باش شكون؟ صافي يلا سي بابا.
حط الحلوة في بلاصتها، حط الحلوة في بلاصتها. ما يمكنش، ما مستحيل كنت تصور عتجي في الطريق ونقول له انا محمد غالي شنو كنت طيبنا سيدي اعمل لي دجاج، انا كنقول له دجاج بالفريتو كيف دجاج بالروز. فريمون والله شكرا بزاف، الله يحفظكم ويجيكم بيا ويا ربي. باش كيتي بوالو ياك اسيدي بابا. عرفتي النهائي سيدي عادي، والله خطير. ما علينا خوتي، غادي نتلاقاو نيشا العشاء حيت بابا قال لي كنموت بالجوع. والتقليد عليك ما كليتي والو. والله ما واكل. صافي حد داين شهيوات اسيدي بابا. يلا ليتس جو. سدينا على بعضا في بيتنا عالقنا لو ما تخرجش نوجدو قبيل حيت عزيز عليها هاد الشهيوات. كل فني طلب الله. شهيواتنا لا جميلة، داكشي خطير الصراحة. يلا صفي يلا تحرق تحرق. فايز غادي نشوف هاداك الطبيصة. هذا ليكويز. صافي شبعت فايز. انت شكون ليكويز؟ بابا ذوقوا شو صار. هذه في واحد الشهر خاصة من بيل. انا سيدي سفيان. ما تقول هاسي. ما شاء الله ما شاء الله. الله عليكم. شوف بابا شوف شين شوف شين. ها شوف شوف. يلا هاجي. ولدي 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 باينه. الله 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 والله الا هادشي. لا برافو عليك. في طيبات جوج في طيبات. ماما الله يحفظك. سير 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 ماما. ايوا تبارك الله عليك. تبارك الله على الشاف ديالنا. الله يحفظك لينا ويخليك يا ربي. يلا بصحتكم. واش يا ماما؟ وي الحباب ديالنا كتلقاونا كاملين مجمعين هنايا لانه بادر. قلنا شنو بغيتي دير؟ انا غندير لكم واحد الفقره هادي فقره ديال 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 لاماجي. اها شوف داكشي معقول داكشي فعلا انه فهمتي بحال بغيت نقول لك تعطالي هاد الايام هادي تعطالي. لا بادر لا لا بو تسليم تسليم يعني ماشي تقولوا لي شي خداع ولا لا ما كاينش خداع حنا ما كاينش تخاسيس صافي. يلا نبدا ولا تتوجد الماتيريال؟ ماتيريال دابا نوجدكم ماتيريال دابا. يلا سنعود بعد قليل. وين بما الحاجه الاولى اللي غنبداو بها هو هذا الرامي. هذا كتشوفوا هذا رامي، هذا رامي واخا. خذ هذا الرامي، هذا خذ لي منها، خذ هذا الورقه اللي كاينه هنا وريها لهم، حطها هنا وحط يدك عليها. لا قلبها وحط يدك عليها. لا حطها بلاصتها سدها بيدك الاخرى هنايا سدها. دابا هادي شنو كانت؟ السته ديال الكور. السته ديال الكور وريها. باقا السته ديال الكور. المشكل ماشي هنايا، المشكل ان هنايا حيدي فين هو الرامي. اويلي ان شاء الله. صافي ما تقوليش عاود وما تقوليش علاش حيت داكشي المهم موهبه الاولى سالينا. والله شكو والله. نديرو الثانيه شكو والله. وهذه المرحله الثانيه. واش مرقص صدم شي مشكل؟ صدمنا في الاولى الصراحه. مرقص نواب ها ما كيتحل ما حتى شي حاجه. دجاج شوف مزيان اش كيتحل سيدي بدر. ما كيتحلش. شككني وليدي كيف الحل.
شي بدا يتخلع. شحال كاينه تما درهم؟ هادي داك هاد الجدريه غادي نخشيوها منه وغادي تولي لداخل. وما يمكنش يا سيدي بعض هادي يمكن حيت داكشي اللي انا فهمتي داكشي كلشي صافي صافي شوفوا مزيان كاينه اوب واحد ها هي كاينه الداخل قولوا لي قولوا لي كيفاش الله 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 هذا ماما والله والله انا ما تخلعت واخا حمزه كيعرفو كامل حمزه تصدم بقوه الشاف داكشي واخا هذه حاجه واحده اخرى ورينا خويا صدم سنين مشيتي نهار لمراكش جيتي جيتي خاطر ربعه ولكن دابا ما بقاش لون ودابا شوفوا عاد ما تضحكوش بزاف لان هذاك ما كيبغيش لا صافي هو صافي بعد لا هذه دابا واحد المساله اللي هي كتقدر تصدق غير زعما ماشي كلشي انا غنشوف لكم دابا هذا كتشوفوا ياك اه الا قلتوا له طلع كيفاش شنو هذا قولوا له طلع 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 كي جاكم الحاجه اه سكسو 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 هادشي راه كتخلصوا عليه باش تدخلوا تتفرجوا فيه حاجه واعره بزاف واحد الحاجه واعره بزاف ناري ما تقولهاش بعض هادي هذا واحد الكتير كادو من عنده من عنده هو خصيصا الله اكبر الله سبحان الله قلت سليم سليم انت سيدي سفيان فيك داكشي فيك 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 يا سفيان لانه انت الوحيد اللي غيخدم فيك هذا يلاه سي كيفاش كيجيكم هذا الكتاب خاوي تفرجوا كي ولا عامر وحيت هو فيه داكشي نيت عامر ولكن شنو بيدوك حل اه اول ولا ملول اول صبي الله داكشي واحد اخر ما كيهضرش فهمتي شلاه مرصود عليه وقول لا 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 ماشي مساله زعما ممكن تنعاودها لكم حيت هذا الشيء سفيان اللي سير عاود لنا انت كي جاكم خاوي ولكن الا درتي هكا كي كيولي بيدك حل بيدك حل ها ها امشي ملو عرفتي ايد بادر بغيت تشد عرفتي ايد بادر لا ما يمكنش تبارك الله واعر لا بغيناش يسالي هادشي عافاك لا والله لا يزيد اخويا ماما اه ولدك كيفاش ولا الله يحفظك سفيان هذاك صاحبك اللي كيفرش لك كلشي هذا ستيف اوك تخيلوا سبحان الله العظيم ما شفنا والو سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم اويلي علاش قطعتي 50 درهم مسكينه ها سبحان الله العظيم قلبي نسيا ها هو السير سد السير قلبي هاد الورقه وقلبي هاد واش فيها شي مشكل
لا ويلي قلبي بيدي والله ما مثقوبه. واش الستيلو اش كيتحل؟ نشوف واو والله ما فيها شي حاجه. عطيه الستيلو غادي ياخذ راحته زعما كاينش مشكل. تبارك الله شوف والله شوف على والله يتوعرب والله كاينة. لا لا الشيء الاخر مازال حنا في التطور ان شاء الله نجيب لكم الجديد. برافو برافو. شوفي مزيان هنا شحال كاينه من بياس؟ وحده وحده. وهنايا وحده وحده. نحيدوا هذه ياك باقا وحده الله. نحيدوها حتى هي شحال ياك باقا وحده الله. نحيدوها حتى هي شحال باقي من وحده؟ شحال في يدي انا من وحده؟ جوج جوج. بسم الله لا لا هذه خطيره بزاف هذه واعر اه الله ماما شفتها ماما انت ماما اجي تشوف اجي تشوف انا شفت بعيني شو شفتي صافي سالينا دابا شوف ان شاء الله باذن الله الحصه المقبله نديرو شي حاجه جديده صافي ان شاء الله. سفيان حطنا خويا الحلوه غادي نديرو بروجي انا وخويا بعدا ان شاء الله. دابا عرض على طومي نقيصه جايه جايه ديال الكتاب. يلا خليكم معنا خوتي يسقاو يا ربي. ايوا جا انا لوتي جاءت عندنا الكويره هذه وعندنا الكليمات الكويره. لا هذا الكليمات كتشوف وعندنا الكويره هذه. ها هي الكويره ها هي ها هما الكليمات. الكليمات هذو كنخشيهم هنا وها كنتي شديت الكويره هذه وشتي هذو هنا عربية هذه حطي شحال عندك من هنا حطيهم هنا ولاو اربعه. راه كانت الكويره هذه تيغ شديها روحي هنايا نشوفوا الله مازال باقي ان شاء الله. لا خويا عاورينا ما تصدمش. الله عليك برافو. ايوا الله حتى ان شاء الله نجيب ماكريش. يلا خويا نديروك هابي بي الزيتون خاصنا اللي ما درتيوهاش ليا عليك توسخ لينا الحلوه. الله واش يحمي درتي هابي بي ما كاينش شي طريقه كتزيد في تطيب لي فلوس كتزيد. اه كاينه كاينه بدر كاينه كاينه. اه باقي شي حاجه اخرى شوفي الناس لعيبه انا. اه شوف من اشخاص كاع يدي خاوه اجي اه عندك تفلج عندك. الله واعية واعية. زاني بس Joyeux anniversaire, Badr. Joyeux anniversaire. واحد زوج ثلاثة. برافو
والله يعاودك السنة الله يخليك لينا يا ربي الله يطول عمرك الله يحفظك لينا وين نجيك بوسكم كامل خلي لي خطايكم كنبغيوك الله يحفظك يحفظ وليداتك ويحفظك للنصائح والله يهدي عليكم برافو برافو تبغى تولي المفاجآت بحال هكا عرفتي شنو المرة الجاية ديالك صافي تيفاجئيني صافي شات المهم اخوتي اللي بغيت نقول لكم تبارك الله عليكم صراحه الفيديو جا زوين بزاف كنت بغيت صراحه هاد الرياكسيون كيف حنا رسمنا عليه هذاك الفيديو صراحه تبارك الله عليكم كنشكر المهم تيتاي عاونتني بزاف بابا الله يرحم بزاف كنشكر كاملين عاونوني على هاد النهار خرج على غفله ساكن علمتهم 24 ساعه ما كاملاش قسمان بالله حتى بربع ساعه انا نقول لكم واحد الحاجه قسما بالله حتى الباح في الليل عاد قلت هذه اي شيء كاين حتى انا غتنمشي في الصباح وهذا الشيء كله لصالحكم باش باش بقى له مفاجاه الشيء اللي كاين لا لا ماشي صح ما صراحه كنا ما داينش في زعما وهادشي اللي كاين كنبغي نقول لكم تبارك الله عليكم اللي خطاكم كنشكو اول حاجه حتى هي اللي كنشكو هي فيغيتري على على الكاليتي على الجوده ما خلاتناش نتعذبوكم ودينا السليعه وصلت بالوقت وداك ماما كي جاتك لاكاليتي ديال الخضره ولا ديال الحال ولا ديال الدجاج كلشي شري كلشي غزال كلشي كان اي كان طي داكشي كان غزال تبارك الله مرحبا باللي جا وجاب يا سلام يا سلام واعرة واعرة والله تا واعرة بالله عرفتي وجات فوقتها والله الا جات فوقتها في اللون في اللون في اللون في اللون بدر خدا لك البرا لا انت خذ هادي وانا خذ هادي ممكن اول خطا صار ما غيكونش فيها الله يعطيك الخير الله يحفظكم ويجزيكم ويخليكم ليلي صحتك وراحتك شنو كتقولوا؟ سمعناكم سمعناكم الله يكرمك واو الله يعطيك الصحه يا ولدي الله يعطيك الصحه السلامه دابا نشوف سفيان سفيان نشوف يلا شوفي بقى سفيان عزيزي لي بقى ايما سفيان هادو راه غير ماشي حتى سميت كادو ديال هادو اويلي اصلا ما انا نجيب شي حاجه محمد ايوب ديال يوسف ويتي 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 الله يخليك عليك الله يخليك عليك ويتي 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 بابا بابا هو من بيت وعدتكم شوفوني هذا واحد صحرا الحر ديالي هيا جميلية هذه ديال السكر هذه شكرا خويا بدر الله يكبر بك سارة يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي الله يكبر بك لا ماشي مكياج هاي 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 والله يعطيكم الخير شكرا لا سيدي بابا الله تميرات هادو الله يخليك بالله تميرات تميرات انا اخذك تميرات تمام ناخذك داكشي اللي كاسف دمي راكتب يا شمكسا يا شاطم لكن جاني منشو قال دي سندي بيشمان ما يوم اصلا دوز ليشتي
كاس بدمي راكي تمتم يا شمكسا يا شاطم لكي